بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنين وفي صحة جيدة، صحة فطوركم وصحة صيامكم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. اليوم فيديو كالعادة فيه وصفات، لأن وصفات رمضانية اقتصادية بامتياز. جبت لكم اليوم أول طبق نبدأ به وهو القطايف، جبت لكم حاجة حلوة إن شاء الله ربي يحلي أيامكم. طبق اليوم اللي كما قلت اللي هو ماشي طبق تحليات اليوم اللي هي القطايف. جبت 500 غرام من قطايف سورية، قسمتها على اثنين، أنا استعملت 250 فقط. نحلها كامل مليح في غيسيبيون، نحلها كامل مليح، وعندي خليط ما بين زبدة وسمن، ندهن كامل هذوك القطايف، نبدأ ندخل في الدهان ونشوف حتى نشوفهم كامل اتشمخوا، ما شمخهمش بزاف، شوية حتى يشربوا لي شوية برك. عندي لهنايا في لافارس درت شوية كاوكاو وشوية نوات كوكو، خلطتهم مع بعض ودرت لهم قرصة لافاني هكذا، ونجيب المول تاعي ندهنه بشويه سمن ونولي نعمر في القطايف. انا استعملت هذا المول على شكل بيراميد، هذا المول بزاف شباب، راني استعملته لاول مره. نعمر فيه كامل القطايف، نحل ونحط القطايف، نحل كميه مليحه نحطها من تحتها بيان، ونحط في وسطها نحط هذاك الخليط تاع الكاوكاو ونوات كوكو، نعمر مليح ومن بعد نعاود نغطي الوجه بالقطايف. نعمر مليح القطايف ومن بعد نسقمهم كامل بالمغرف هكذا باش ما يبقاوليش من فوق مشبشبين هكذا، ونحطها على جهه. هنايا استعملت كذلك هذا الليمول تاع الميني كيك، حبيت ندير فيهم القطايف، حبيت ندير حاجه جديده، كيف كيف استعملت نفس الطريقه ودخلتهم للفور على 180 درجه. كي نشوفهم حمارو من تحت نزيد نشعل لهم من الفوق. انا هاد لي ميني كيك كنت عمرت هذاك الخليط تاع الكاكاو ونوات كوكو وزدت فوقهم الشوكولا ذايبه، اللي عندها شوكولا اتختيني ادير معليش، هادو راهو جاو من اروع ما يكون، جاو بنان بزاف هذو تاع الشوكولا، ننصحكم تجربوهم وراهم ساهلين في الخدمه تاعهم، ما يدوش كامل الوقت. هام ليكم لهنايا كي طابوا لي، خرجتهم وعسلتهم بالعسل الثقيل، اللي تحب القطايف تاعها يجوها مشمخين تعسلهم بالشربات خفيفه، وزينتهم بالكاوكاو من الفوق وحبه لوز. وهاو ليكم لهنا البيراميد كيفاش خرج لي، خرج شباب بزاف، ان شاء الله شاهدكم في الجنه. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه باسكو راهي شابه بزاف، بنان بزاف، جاو هايلين. انا من عشاق القطايف، جاو مقرمشين بنان، انا نحب القطايف مقرمشين، ما نحبش هذوك القطايف المشمخين. هاوليكم لهنا نقسم معكم هذه الحبه، شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي الشوكولا ذايبه مع هذاك الكاوكاو ونوات كوكو، ما نحكي لكمش البنه كيفها ما كانش. كملت هنايا هذه القطايف، انجوز نوجد احشاتي. هنايا راني ندير في قرنون، في القرنون فارسي والجلبانه، عندي حبيبات تاع القرنون قشرتهم ونقيتهم، ولا هنايا راني حنخدم لافارس تاع القرنون اللي هي فيونداشي، درت معها شويه معدنوس، ملح، فلفل كحل، شويه كمون، شويه قرفه، شويه كركم، وشويه سكنجبير، ولميتهم بحبة بيض، خلطهم كامل مع بعض. وهنا القرنون تاعي بما كنت نقيته وقشرته مليح، فرغته من الداخل، حكيته بيان سور بالقارص باش ما يكحلش، نعمر فيه هذيك لافيونداشي، نعمرها كامل مليح. وهنا راني لافيونداشي اللي بقات لي درتها دي بولات وحطيتها على جهه. في قدرة جبت مورسو لحم حطيته مع نص حبة بصل، قليتهم بيان، ملح وفلفل كحل وشويه راس الحانوت، كي تقلاو مليح مرقتهم. هنايا كي غلى الماء حطيت فيه هذوك الحبيبات تاع القرنون والجلبانه بيان سور.
هاوليكم لهنايا كي طاب لي كيفاش طاب. طاب ما شاء الله، جا بنين بزاف، جات المرقه تاعو بنينه وملبيه. هنايا راني ندير في لاسوب تاع، درت سوب تاع العدس الاحمر اليوم، حبيت نبدل شويه. هاد لاسوب تاع العدس الاحمر درتها وحدها، ما درت لني لحم ني جات فيها، درت زوج حبات زروديه، حبه قرعه، حبه بطاطا، وحبه بصل، زوج في صوص ثوم، خلطتهم كامل مع بعض، قليتهم وزدت معاهم فنجال تاع، فنجال كبير تاع قهوه شوب، ماشي معمر، ماشي معمر، عدس الاحمر، ملح وفلفل الكحل وشويه كمون، وقليتهم بيان، ومن بعد رحيتهم، مرقتهم ورحيتهم بالبغا ميكسور، وهكذا كانت معايا واجده. هنايا راني نوجد في لافاخس تاع ليكيش، عندي سلق طيبته مع حبه بصل، طيبتهم بيان، زدت معاهم حبه بيض، شويه ملح، شويه فلفل، ما درتش الملح عفوا، عندي الفرماج مالح، حبه بيض وفلفل الكحل هكذا، وشويه فخوماج، شويه شيدر، خلطتهم مع بعض وحطيتهم على جهه. عندي لاباط فايتي هنايا واجده اللي كنت خدمتها معاكم. شوفوا حنا الحاجه كي نوجدوها مقبل التحضير المسبق راح ينقص علينا بزاف حاجات، ينقص علينا الوقف في الكوزينه. فتحت هذيك لاباط، عمرت هنايا في ليمول، ودرت هذا الليمول الصغار، وزدت عمرت في المول الكبيره، حليتهم كامل. وهنايا راني نثقب في لاباط باش ما تطلعليش، نجيب هذاك الخليط تاعي. قلت لكم هنا بلي درت معها لا كريم فريش باش تجيني خفيفه، فرغت معها شويه لا كريم فريش، اللي ما عندهاش لا كريم فريش دير الحليب. راني نعمر في هذوك الليمول، نعمرهم كامل، ومن بعد ندير لهم شويه في فرماج غابي من الفوق، ولا شيدر، اي فرماج تي تستعمليه. انا استعملت شيدر، خليط ما بين الشيدر وهذاك تاع البوده، ولا ما على باليش اسمه كيفاش، شريته جديد راني نسيي فيه هكذا. وهذه الكبيره زينتها بهذا الوريدات تاع لاباط فايتي، كانت بقات لي زينتها بهم. وهنا شوفوا كان ديجا قريب المغرب، هذه اخر حاجه كنت درتها قبل ما ياذن المغرب، حوست على حوست على البانسو ما لقيتوش، هيا قلت هيا هيا ما يسلكني غير صبعي، دهنتهم بصبعي ودخلتهم يطيبوا، طابوا من تحت، ومن بعد شعلت لهم الفوق تحمروا. شوفوا هاوليكم لهنايا كيفاش خرجوا هذا اللي كيش جو بنان بزاف، وتجي لاباط فايتي شابه وخفيفه هايله. درت معاهم شويه طون، نسيت طون ما قلت لكمش عليه. وهاي خياتي لهنا، هاي لكم الطابله تاعي، كنت درت لاسوب تاع العدس الاحمر، ما فيها ني لحم ني دجاج وحدها، ورفقتها بهذيك الكيش من زعلنا نسمو خير وبركه مرتاحين، والحبايب مجتمعين صوموا ورفقتو بشويه هلهلالك يا هلال، هذاك الباذنجان شلاضه وشلاضه تاع الفلفل، والحم حلو بيان سور. والحمد لله على نعمه، كانت هذه الطاوله تاعي تاع اليوم السادس من رمضان، نتمنى تعجبكم وتدوا لنا فكره بسيطه منها. ما تنسونيش بالجام والبارطاج والكومنتار، وجامونا وجامونا جامونا، ما تنساوش الجام، وخليكم مع هذه الصور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من زعلنا مسموحين خير وبركه مرتاحين، والحبايب مجتمعين.